أقرأ بنعمة المسيح جزء من الإصحاح الخامس في رسالة سالونيكي الأولى للقديس بولس الرسول في عدد 12. ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم، وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم. سالموا بعضكم بعضا. ونطلب إليكم أيها الإخوة أنذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع، انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع، افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن، امتنعوا عن كل شبه شر، وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. أيها الإخوة صلوا لأجلنا. سلموا على الإخوة جميعا بقبلة مقدسة. أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم. أمين. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين. قبل ما ابتدي تأملنا في هذه الليلة، أود أن أقدم التهنئة للخريجين في كليات الشرطة والكليات العسكرية اللي بنطلق عليهم مصانع الأبطال. النهاردة كان احتفال راقي لخريجي كلية الشرطة، وبنقدم التهنئة للخريجين، وأيضا سيتم تخريج دفعات من الكليات العسكرية بنقدم لهم التهنئة، وبنفتخر بهم وبنفتخر بالدور العظيم اللي بيقوموا فيه من أجل مصر. والحقيقة طبعا تشاهدتوا العرض على شاشات التلفزيون، شيء مشرف وشيء مبارك وأيضا شيء مفرح. الجميع فرحان بهؤلاء اللي بيقوموا بمهمة الأمن سواء في داخل البلاد أو على حدود البلاد، وبنفرح بيهم أن دول قطاع عريض جدا من شبابنا، وكان فيهم شابات النهاردة خريجات أيضا كليات الشرطة المتخصصة، وبنفرح أن شباب مصر بيقدموا هذه الصورة الطيبة. بنخنقهم وبنتمنى لهم مستقبل قوي. ويمكن النهاردة برضو تابعتوا أن كان في شهادات قدموها بعض الأسر التي قدمت شهداء. بنت صغيرة اسمها علياء والدها شهيد، قدمت شهادة رائعة من طفلة صغيرة، وأيضا نقيب شرطة قدم شهادة هو من أحد المصابين، وأيضا خريج من خريجي الدفعة الجديدة والده كان في أحد مراكز الشرطة واستشهد. والشهادات كلها تنم على روح الأمل العظيم اللي بيقدموه لنفسهم وبيقدموه لنا جميعا. احنا باسمكم جميعا بنهنيهم. كمان انا بهني بصورة خاصة بنت قريت عليها كتير في الجرائد اسمها مريم فتح الباب. مريم طالبة في ثانوية عامة من اوائل المتفوقين، وهذه الانسانة او الشابة الصغيرة ولكنها قدمت مثالا رائعا عن سلامة الشباب. تكلمت بروح رضا عالية جدا،
رغم ان والدها يعمل حارس لاحد البيوت او العمارات تفتخر بيه، وطبعا هو افتخار لانه عمل شريف، وتفتخر باسرتها وتقدم روح الرضا العالية وروح الاصرار وهي في السن الصغيرة دي. والاجمل من كده انها لما اخواتها بنات كلهم، وانتوا عارفين حكاية وجود ولد ويا البنات شيء عند بعض الاسر بيعتبروه شيء مهم، لكن هي حبت تثبت لوالدها انه انجب بنت بمئة رجل، وفعلا هي كده. انا شفت صورها وعملت احاديث في التلفزيون بس ما كانش فيه فرصة اشوفها، لكن روح الرضا، ودي بقت حالة نادرة النهاردة ان الانسان يبقى راضي. والحاجة التانية الامتنان الشديد لأسرتها، لما بيسألوها يقول لها هنعمل رحلة للأوائل وهتزوري بلاد برة وتروحي وتيجي، قالت لهم طب بس أخد إذن البيت الأول. طبعا صورة طيبة خالص، أنا بحييها وبتمنى لها مستقبل حلو، وأتمنى أن ربنا يرتب فرصة ونشوفها أيضا. كمان بنشكر الله على سلامة الأخ مينا زخاري في كنيسة القديسين للاعتداء اللي تعرض له، ونشكر الله. والنهاردة عشان عيد الملاك نشكر الله الذي يحرس بملائكته كل مكان، وده يعطي برضو تنبيه ان كل واحد ياخد باله ويكون منتبه لأي اعتداء ممكن يحصل، ممكن يسبب مشكلة كبيرة، لكن نؤمن ونثق أن يد الله هي التي تحرس كل إنسان وتحرس كل بيت من بيوت الله. كنا بدأنا سلسلة في التأمل في آخر إصحاح في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى سالونيكي، وفي الرسالة ده هي بيقدم بولس الرسول حوالي 15 لؤلؤة بمثابة وصايا قصيرة، لو جمعتها ويا بعضها تعمل عقد من اللؤلؤ، ويكون العقد ده يشكل ملامح السلوك المسيحي. اتكلمنا عن 5 وصايا قبل كده، والنهاردة نتكلم عن اللؤلؤة رقم 6. بيقول في عدد 15، انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، لا يجازي أحدا أحد أحدا عن شر بشر، ما تستخدمش الشر. الشر هو عدم وجود الخير تماما، زي ما بنقول ما فيش وجود كياني للظلام، ولكن غياب النور نسميه ظلام، كما أن غياب الحياة نسميه الموت، وغياب الخير بنسميه شر. الله لم يخلق عالم الشر، ولكن البعد عن الخير، نسيان الخير، عدم استخدام الخير هو الذي نسميه شر. والحقيقة حتى ما يوجد على وجه الأرض يمكن أن يكون له جانبه الخير وجانبه الشرير، وإساءة استخدام الشيء يمكن أن تحوله من خير إلى شر. أبسط مثال ويمكن ذكرته في مرات سابقة، استخدام السكينة، كل البيت عندنا فيه سكينة، استخدام السكينة وسيلة تساعد في إعداد الطعام، مفيش مطبخ يخلو من سكينة، ده عمل خير، إعداد الطعام والغذاء إلى آخره. ولكن قد يستخدم إنسانا السكينة في إحداث ضرر لنفسه أو لغيره، فإساءة الاستخدام
هي التي تحول الشيء إلى شر. ويمكن أذكر لكم حكاية لطيفة بنسمعها. بنسمع عن جائزة نوبل، أرقى جائزة وأكبر جائزة في العالم. ألفريد نوبل لما اخترع الديناميت اخترعه بقصد خير، لأن بلاده السويد بلاد تكسر فيها الصخور، صخر، فعايز الصخور دي فتتوها عشان يقدروا يبنوا بيوت، مساكن للناس. فقعد يفكر بفكره باعتباره كيماوي، قعد يفكر ايه الوسيلة اللي ممكن تفتت الصخر ده بسرعة، فاخترع بتركيبة كيماوية اخترع الديناميت، كان قصده خير. ولكن بمجرد ان اخترع هذا الاختراع الناس ابتدت تستخدمه في الشر وندم، وعشان كده حول كل ثروته انها تكون جائزة سنوية لمن يصنع سلاما، ومن يكتشف اكتشافا، ومن يقدم نظرية تطور العلم، وهكذا. والحكاية دي من 100 سنة، اكتر من 100 سنة كمان، لكن هو إساءة استخدام الشيء تحوله إلى شر. الله لا يريد الشر، ولكنه قد يسمح به، ويسمح به كثيرا. ليه؟ لأن الله عندما خلق الإنسان خلقه كائن حر، حر في حياته، يختار. أنت اللي اخترت أنك تيجي النهاردة، يختار مشوار حياته وكل يوم اختياراته. أحيانا الإنسان بيختار دراسته، بيختار لبسه، بيختار كلامه، بيختار قراراته إلى آخره. وبالتالي لأن الإنسان حر هو المسؤول عن هذه الاختيارات. ولكن عندما يحدث شرا زي ما هتكلم وياك دلوقتي، هو يسمح به، ولكن الله ليس بموجده. لأن احنا بنصلي وبنقول فلنشكر صانع الخيرات، الله هو الذي يصنع الخيرات. طب يعني ايه لا يجازي احد احدا عن شر بشر؟ يعني في طرفين، وفي طرف يصنع شر، الطرف التاني بيعمل ايه؟ مفروض لا يجازي الشر بالشر حسب الوصية المسيحية. هو ايه اللي بيحصل؟ هو لما بيحصل شر كيف يقابله الانسان؟ في عدة طرق لمقابلة الشر. احد هذه الطرق ان الانسان يبعد عن الشر، ابعد. في العهد القديم لما بنقرأ عن موسى النبي لما اراد انه يمر في ارض ادوم، عايز يمر هو واللي وياه هو وشعبه، فبعت لملك أدوم قال له ممكن نعدي في أرضك ومش هنقرب للمزروعات المزروعة في الأرض، فقال له لا ما تعديش، وقال له لو عديته هنموتكم بالسيف. فبعت له مرة تانية موسى النبي وقال له هندفع ثمن المية اللي هنستخدمها في المشوار ده، يعني مش هنخسرك حاجة. فرد عليه قال له ممنوع انك تعدي وهخرج عشان احاربك. كانت النتيجة موسى عمل ايه؟ هو وشعبه ابتعدوا عن مكان الشر ده خالص وسابوه. فاول طريقة لمواجهة الشر الابتعاد عنه، ودي حكمة وده عقل. الطريقة التانية ان الانسان لما يلاقي شر يواجهه بشر، بس بشر على مستوى الفكر، يعني زي ما واحد كده يبقى مغلول، او واحد يبقى بيغلي جواه، او زي ما بتقوله بيقول كلام جواه كده يطلب الانتقام للشخص ده، لكن كله على مستوى الفكر. يواجه الشر بالفكر بشر، بس شر داخله، نفسه تبقى متعكرة ويبقى متضايق. يعني واحد سمع شتيمة يوم يشتم اللي شتمه بس في قلبه مش على لسانه، حاجة من هذا القبيل. النوع الثالث انه يواجه الشر
بشر زيه بالظبط. شتيمة يبقى قصادها شتيمة، إهانة يبقى قصادها إهانة، لفظ جارح يبقى قصاده لفظ جارح. دي مواجهة الشر، وكل ده ليس من الوصية المسيحية. وفي واحد بقى يواجه الشر بفعل، يمكن بتشوفوا كده اتنين بيتكلموا، الكلام بقى حامي ما بينهم، وصل للغضب، واحد مسك حاجة وموت التاني. فالشر، شر كلام، تحول إلى شر أفعال، وتحول إلى أي إزاء اتقدم أمام الآخر، فحول الشر إنه اعتدى بشر أصعب منه. وممكن واحد يعمل شر ويعمل شر أكبر منه، لكن المسيحية تعلمنا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر. هو ده وصية المسيح. قبلتها، نفذت الوصية، ما قبلتهاش أنت حر. لدرجة أن أحيان نسمع الوصية مكونة من كلمتين وكلمتين عكس بعض. يقول لك مثلا إيه؟ نشتم فنبارك. واخدين بالكم؟ الكلمتين دول زي أبيض وأسود كده، أو أسود وأبيض كم ببعض. نشتم، واحد بيشتمني، ممكن ترد على الشتيمة أو الإهانة أو السخرية. لكن اللي أكتر، وهذا هو سمو المسيحية، إنك ترد عليه بعبارة جميلة جدا، تقول الله يباركك. طبعا دي عايزة نفس، بس ده الوصية دي مش أنا اللي عاملها، دي وصية الإنجيل، وصية الكتاب المقدس. عايز تقبلها تقبلها، ما انتش عايز، انت حر. ولكن هي دي الوصية، هي دي المسيحية. وده زي ما بقول لك سمو المسيحية. لو رجعت وياي لقصة يوسف الصديق وما صنعه إخوته معه، عملوا فيه كتير وبعوه ورموه الحاجات دي كلها، واتحط في السجن بعد شوية، ولكنه لم يصدر أبدا شرا. حتى لما أخواته كانوا في إيديه وكان ممكن يعني ياخد حقه زي ما بنقول، لم يصنع هذا أبدا، بل إنه أكرمهم أكثر وأكثر. هي دي سمو المسيحية اللي بنعيش فيه. واحد من القديسين اسمه القديس الأنبا بيمن بيقول عبارة لطيفة قوي، بيقول الشر لا يغلب بالشر، ولكن إن أساء أحد إليك فأحسن أنت إليه، فإنك بإحسانك إليه تستأصل الشر، لأنه ينبغي ألا نكافئ شرا بشرا. ودايما نقولها كده بأسلوب بسيط، الشر زي النار، والنار لا تواجه بالنار، النار تواجه دائما بالماء عشان تطفي النار. حاجة تانية، طب ليه في شر؟ أسباب وجود الشر أو اندفاع الإنسان أن يصنع شر. طبعا بلا شك السبب الأول هو الشيطان، والشيطان الذي كان ملاكا وأراد أن يرفع كرسي فوق كرسي الله، سطنائيل، فانحدر من رتبته وصار شيطانا بالاستكبار، زي ما بنقول في المديح، بالاستكبار يعني بالكبرياء، بروح الكبرياء اللي فيه. ويقول لنا الكتاب ذاك قتالا للناس منذ البدء أو من البدء، عن الشيطان. والشيطان هو اللي بيحرك الناس، بيحرك الناس لفعل الشر، يفكروا، يحط أفكار في عقل إنسان، يخلي الإنسان يقع في شرور كثيرة. عشان كده احنا بنصلي وبنقول ايه في صلاة الشكر، الخماسية اللي في نهاية الصلاة، نقول كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان
وبعدين مش فعل الشيطان بس، ده الشيطان بيستخدم أشرار، مؤامرات الناس الأشرار، يعني الشيطان بيستخدم أعوان، وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين. انزح عنا وعن سائر الشعب. بنصليها كده. الشيطان كمان، واحنا بنصلي في القداس في بداية صلاة الصلح نقول له طهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت. تذكار الشرور اللي صنعها الشيطان بأي صورة من الصور اللي اتكلمنا عليها. السبب الثاني للاندفاع نحو اتيان الشر هو الكرامة. في كده عبارة احنا بنقولها المصريين، يقول لك فلان ده كرامته نقحت عليه. نقحت دي تهالي يعني تكون فعل عربي، بس نقحت يعني أثرت فيه. ودي على كل المستويات، ده ممكن في البيت الواحد، ممكن في الخدمة الواحدة، ممكن في الكنيسة الواحدة، ممكن في الدير الواحد، ممكن في دير رهبان أو دير راهبات. الذات الإنسان هنا، الذات يمكن من أكثر الأمثلة في الكتاب المقدس مثل هامان ومردخاي في قصة أستير الملكة. هامان اللي كان على مستوى يعني واحد مسؤول من كبار المسؤولين في البلد في الزمن ده، ومردخاي اللي كان يعني بيشتغل زي شغلانة بسيطة جدا في القصر. ولكن لما كان بيدخل هامان إلى القصر الجميع يسجد إلى الأرض إلا واحد، مردخاي. فابتدت كرامة هامان تنقح عليه، وابتدى هامان بهذه الصورة يغلي، ولما بيغلي ابتدى يفكر في الشر، وبعد كده ازاي يأذي فلان وازاي يموته. فصنع صليبا كبيرا عشان يتصلب عليه، عشان يصلب عليه مردخاي ينتقم منه. وكان الصليب بس مش وسيلة اعدام، ده كان وسيلة مهانة كمان، وسيلة مذلة. ولكن الله صاحب التاريخ وسيد الاحداث، الله يستخدم الاحداث ويطورها وتتقلب الحكاية كلها بين عشية وضحاها كما يقولون، وتكون النتيجة ان الملك يسمع يوما ان في واحد انقذه، فيقول اسأل هذا المسؤول الاول كيف نكرم هذا الرجل، ويسأل همان اللي محضر الصليب عشان مردخاي. فهمان يبتدي يتكلم، قول له نجيبه يركب مركبة ويلفه بيه، قول له هذا الإنسان أراد الملك أن يكرمه، وابتدى يفرد بقى في كل الطلبات الكبيرة دي. قال له ما قلته اذهب واصنعه من أجل مردخاي. ما هو دي إيد ربنا اللي في الأحداث، دي ملهاش دخل بحد خالص، لا تقولوا شطارة مردخاي ولا عبقرية همان ولا خطة فلان ولا علان، في يد الله. ويد الله تدخل وتعمل في وقت لا يتخيله إنسان. شوفوا بقى همان اللي كان بيعمل الصليب بقى هو المسؤول عن إكرام مردخاي، وكانت النتيجة أن الصليب صار من نصيبه هو. السبب الثاني الاندفاع للشر الشيطان ثم الذات. الأمر الثالث روح الانتقام. روح الانتقام. الإنسان أحيان يسمح لنفسه أن يتكون في داخله روح الانتقام. واحد يقول لك الانتقام ده مش ضروري في التو اللحظة، ده يبقى على مدى، ممكن يخطط له
روح الانتقام. وده اللي خلى بولس الرسول يقول لنا لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل اعطوا مكانا للغضب، لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. أرجوكم تاخدوا بالكم من هذه الكلمات دي، وصية. لا تنتقموا لأنفسكم، يعني اللي بيسمح لنفسه إن يخزن جواه وروح الانتقام تتصاعد داخله وفكره ويبقى ليل ونهار لغاية ما يعيش هذا الانتقام أو ينفذه، الوصية تقول لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل اعطوا مكانا للغضب، يعني اغضب بس بعقل، بحكمة، بروية. وبعدين يكمل الآية عشان يوضح لنا، لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. يعني كأنه بيقول لك ارتاح، ما تفكرش في الانتقام، أنا علي الدور ده، أنا اللي هقوم بالمهمة دي، أنا اللي شايف الموضوع ده، ما تشغلش بالك بيه. لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. ولما يقول لنا اعطوا مكانا للغضب، يعني يكون عاقل فيه لغاية ما الغضب ينصرف ويبعد. والصور دي في مواقف كتيرة في الكتاب المقدس موجودة، روح الانتقام. ويمكن في بعض عادات في بعض الشعوب، وكانت عندنا في مصر عادة الطار، الصقر، يمكن بتشوفه في بعض الأفلام ولا حاجة. العادة دي ممكن تقعد موجودة في العيلة أو في القبيلة سنين وسنين وسنين وأجيال، وروح الانتقام تتزايد بشر. هذه ليست المسيحية. يدفعك للشر الشيطان، يدفعك للشر الذات والكرامة، يدفعك للشر الانتقام وروح الانتقام، ويدفعك للشر أيضا عدم الاحتمال. في واحد كده تلاقيه يعني هش، وفي واحد عنده قدر من الاحتمال، زي ما بنصلي كده في كل يوم الصبح باكر قبل ما نخرج، نقول ايه؟ محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مسرعين الى حفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل. محتملين، ده احنا لسه ما خرجناش من البيت، خدوا بالكم من المعنى الجميل، لسه ما خرجناش من البيت، لكن يقول لك محتملين بعضكم بعضا في المحبة. هتخرج وهتلاقي واحد يضايقك، واحد يصنع امامك شر، واحد يقول كلمة، واحد يأتي بفعلة، لكن تذكر الوصية، محتملين بعضكم بعضا في المحبة. ويمكن كتير من مشكلات الأحوال الشخصية اللي بنواجهها بيكون البداية بتاعتها هذه، هي البداية عدم الاحتمال. نتذكر مونيكا البارة أم القديس أغسطينوس، كيف كان زوجها يهينها، وزوجها كان وثني، يهينها باستمرار، لكنها كانت تحتمل، وعلى سرير وفراش الموت زوجها طلب إيمانه بالمسيح ومات مسيحيا. ليه؟ لأن زوجته احتملته، وهذا الاحتمال له إكليل ويراها الله. عشان كده لا تصنع شرا إذا كنت نفسيتك هشة، خد بالك. الكتاب بيقول لنا كونوا رجالا، كون راجل، دي كلمة عامة لنا جميعا، يعني كبار وصغار والرجال والنساء، كن راجل، يعني كن ناضجا، كن ناضجا ومحتملين بعضكم بعضا في المحبة. طيب ليه الوصية بتقول لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر؟ عشان النتائج بتبقى مدمرة، نتائج سرعة الشر وتبادل الشر نتائج مدمرة. أول نتيجة وأخطرها حرمانك من الملكوت. من يبغض أخاه فهو قاتل نفس، وكل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه. تعمل شر، زي ما يكون إيه الشر
حتى لو حطيت العنوان بتاعه عنوان جميل. وأحيانا يبقى الإنسان بيعمل الغلط لكن حطيت له عنوان فوق كأنه بيضحك على نفسه. عارفين القصة بتاعت زمان، البرطمان اللي كان فيه سكر ومكتوب عليه كلمة سكر، فالنمل جه عليه، فربة البيت عايزة تمنع النمل فشالت تيكت وكتبت عليه ملح، كأن يعني النمل لما هيجي هيقرأ ملح يوم سايب حاجة زي كده. الحرمان من الملكوت. وانت عايش على الأرض أنت المخلوق الوحيد الذي تستطيع أن ترفع عينيك نحو السماء، تبص للسماء، ولأنك بترفع عينيك ناحية السماء بترفعها علشان لك نصيب في السماء. ومسيحك وعدك وعد قوي جدا، أنا ذاهب لأعد لكم مكانا. واضح خالص. يا ترى بتحافظ على مكانك؟ يا ترى بتشتاق لمكانك؟ لو انت ساعة الغضب او ساعة الشر تذكرت مكانك في السماء هتلاقي نفسك لا تجازي شر بشر او تجازي انسان بحسب شره. النتيجة التانية اللي ممكن تقع فيها هي نتيجة القلق والاضطراب. دايما الانسان الذي يصنع شرا لا يجد راحة، لا يجد راحة، بل دايما يكون متوتر. حتى في قصص الجريمة، لما بتقروا عن قصص الجريمة بصفة عامة يقول لك صانع الجريمة يحوم حول مكان الجريمة، يعني هو عمل شر لكن قلقان، فعمال يروح بعيد ويرجع المكان ويلف حواليه بأي صورة من الصور، لأنه عنده حالة من حالات الاضطراب وحالة من حالات القلق والمرض النفسي. فالشر تنعكس نتيجته عليك إن صنعت شرا مقابله، في حين إنك لو صنعت خيرا ستجد راحة. اسمع الكتاب يقول تعالوا إلي جميعا المتعبين من أشرار من شر الآخرين، تعالوا إلي جميعا المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم فتجدوا راحة لنفوسكم. هو ده السبيل. اللي بيصنع شر، لو إنسان صنع أمامك شرا اتجه إلى مسيحك وصلي من أجل هذا الإنسان. أما إذا صنعت أنت شر وعايز تاخدها بقى بدراعك وعضلاتك، عيش بقى في القلق وعيش في الاضطراب وعيش في عدم الراحة، ويغيب عنك السلام والسكينة تماما. لا تندفع نحو الشر. السيد المسيح مثال لك في المغفرة، وهو على الصليب وكانوا يصنعون شرا، وليس شرا واحدا ولكن شرور كثيرة. المسيح على الصليب يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لما شاول الترسوسي وهو رايح في طريق دمشق وظهر له المسيح، والمسيح بنوره العجيب، فشاول بيسأله سؤال ساذج قوي، بيقول له من أنت يا سيد؟ من أنت يا سيد؟ فرد عليه قال له أنا يسوع الذي أنت تضطهده. اتخيلوا وياي كده لو كان شاول طلع ورقة من جيبه بأسماء الناس اللي راح يضطهدها وقعد يقراها كده بالحروف الأبجدية، واسم يسوع آخر اسم بقى في الآخر ملقاهوش. كان رد على شاول على المسيح وقال له يا سيد اسمك مش وياي. أتاري السيد المسيح بيقول أنا يسوع الساكن في كل الذين تضطهدهم. عايز تعالج الشر تمثل بالمسيح. عايز لا تجازي الشر بالشر تمثل بالمغفرة. وجرب مرة، جرب ومرة إنسان وإزاي تقدر تسامحه، وإزاي إنك تقف بشجاعة في داخلك،
وتحل المشكلة بكلمة طيبة أنت بتقولها. إن أخطأ إليك أخوك 7 مرات في اليوم فاغفر له. هو دي مسيحيتنا، وهو ده الإيمان المسيحي، وهي دي الوصية الكتابية. كمان حتى لا تندفع للشر تعلم العتاب الراقي. في عتاب كده بيتقال بصورة محبة، وعتاب يكون هذا العتاب مبني على أرضية محبة، واللي بيعاتب لازم يختار كلماته بعناية فائقة، لأن ممكن كلمة تفسد علاقة. فخليك دايما عتابك الهادئ، وده اللي كان بيصنعه السيد المسيح حتى مع الكتبة والفريسيين اللي كانوا بيقاوموه كتير خالص. عتابك الهادئ وسيلة أيضا لكي لا تجازي أحدا بالشر. ممكن كمان ضبط النفس، ضبط نفسك، وضبط النفس ده أو السلف كنترول، ضبط النفس ده بيخلي الإنسان يقدر يحول المشاعر السلبية اللي عنده في مواقف الشر يحولها على كتفي المسيح، يضبط نفسه ويفكر. والإنسان ضبط نفسه الأيام كفيلة إنها تنهي هذا الشر. كلكم تفتكروا الكلمة الجميلة اللي كان بيقولها البابا شنودة، مسيرها تنتهي، مسيرها تنتهي. فمسير الشر مفيش شر ممكن يقعد، مفيش شر ممكن يستمر، ممكن الشر مسيره انه ينتهي باستمرار. لا تنسوا ان الهنا الصالح عندما يتعامل معنا يتعامل من خلال قوانين 3. هو اولا محب البشر، يا ربنا بيحب كل البشر. والقانون الثاني أنه صانع خيرات، خيرات الله لا تنتهي لكل البشر. أما القانون الثالث المكمل فهو ضابط الكل، يضبط الكل. ونثق أن يد الله هي التي تضبط حياة البشر كلها. اوعوا تفتكروا أن ربنا خلق البشر كده في الكون وفي الأرض وسابهم بقى كل واحد يعمل اللي هو عايز يعمله وخلاص. لا، الله مازال يضبط الحياة، ومازال يضبط الزمن، ومازال التاريخ في يده، وكل الأحداث وكل البشر في يده. الخلاصة زي ما بيقول لنا كده، انظروا ألا يجازي أحد أحدا عن شر بشر. سمو مسيحيتنا هي تعطينا الصورة الإيجابية لكل أحداث. علشان كده إذا أراد ربنا وعشنا الجزء الثاني بقى من اللقاء 7 يقول بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. موضوع الخير ده موضوع تاني، لكن وصية النهاردة لا تصنع شرا ولا تجازي عن شر إنسان بشر آخر، بل تذكر الوصية القصيرة حتى على مستوى الكلمات الغير لائقة نشتم فنبارك. فجازي الشر دايما بأنك تعطي البركة للآخرين. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. Ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο Θεός της Ιερουσαλήμ, 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 ο Θεός της
ليترأف الله علينا وباركنا وزروج علينا وارحمنا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة صليب المحي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين. ولاية الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة هونات غير المتجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطامات السماوية وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. بركة قديسي هذا اليوم، بركة ملاك هذه الليلة، وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا، بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا. أمين بخريستوس بالنوتي. أمين. أيها المسيح إلى هنا ملك السلام، أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات. قدس اسمك، لاتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. أمتم بسلام، سلام الرب يكون معكم.